أهلا ومرحبا بكم في وحدتنا الثالثة في دورة أوريون التعليمية، حيث سنلقي نظرة عميقة حول دور منسق التحول. في هذه الوحدة سننظر نظرة عن قرب على مهام ما قبل الوصول وقوائم التدقيق الخاصة بالـ TRC. بروفيسور، من هو TRC بالضبط؟ حسناً يا بروفيسور، كما ترين يوجد عدد من الأنشطة التي تحدث حول هذه الطائرة المتوقفة. TRC هو شخص على مستوى عال من التدريب والتأهيل، وهو يتفهم كافة هذه الأنشطة وقادر على تنسيقها لتحسين الكفاءة، ويكون لديه القدرة والخبرة الضرورية لإيجاد حلول للمشكلات التي تنشأ في الحين. هل نلقي نظرة على دوره بالتفصيل يا بروفيسور؟ نعم بالطبع بروفيسور، يبدأ دور TRC قبل وصول الطائرة بفترة إلى ساحة المطار، وكما رأينا في الوحدة 1 يكون لكل مشغل خطة تحول تعتمد على نوع الطائرة وفترة الرحلة والمحطة وأقصى سعة للركاب والحمولة، إلا أن الموقف الفعلي ربما يكون مختلفاً. دعونا نتبع هذا الـ TRC أثناء جولته حول هذه الطائرة الإيرباص A340 في رحلة قصيرة. أهلاً بك بروفيسور ليرنينغ، وأنا يسعدنا التعرف ومشاهدة أنشطتكم وطرح بعض الأسئلة دون أن نقاطع عملكم. يسعدني ذلك يا سادة. لازال أمامنا بعض الوقت حتى وصول الطائرة، لذا أخبرونا سبب مجيئكم هنا باكراً. حسناً، ليس لدي إلا القليل من الوقت للتأكد من أنه قد تم تحويل هذه الرحلة، ويتحتم على TRC التأكد من الحضور في الوقت المناسب لضمان أن كل شيء يسير على ما يرام حسب المطلوب. من فضلك، هل يمكنك أن تأخذنا في جولة عبر قائمة مهام ما قبل الطيران؟ بالطبع يا سادة، لدي الآن تفاصيل الرحلة التي هي على وشك الوصول. هي طائرة Airbus 340، من المتوقع وصولها خلال 20 دقيقة من أجل رحلة قصيرة. هي رحلة ترانزيت، وتم تخصيص المنصة رقم T7 لها. أول شيء يتوجب على TRC القيام به هو تأكيد وضمان وجود كافة الموظفين المطلوب تواجدهم وأن كافة المعدات تعمل جيداً. كما ترون، فإن أضواء دخول المنصة تعمل وقد تم تشغيلها، وهناك بالأعلى يمكننا أن نرى فريق العاملين يقومون بالتأكد من أن جسر الطيران يعمل بكفاءة. نعم، هذا الجسر الجوي يعمل جيداً. هل بوسعك أن تخبرنا ماذا تفعل إذا ما كان هناك مشكلة في الجسر؟ في هذه الحالة يا سادة، سيتوجب علي طلب سلم يتم فتحه من أجل إنزال الركاب أو صعودهم على متن الطائرة، ومع ذلك لا وجود لتلك المشكلة الآن. ومع استمراري في الفحص، كما ترون، فإن كافة المعدات تأخذ موقعها خارج منطقة ERA. تم وضع عربة أمتعة بالفعل هنا من أجل تفريغ حمولات الركاب وأمتعتهم. يصل المصعد الناقل، وهو يستخدم للحمولات السائبة من الأمتعة داخل الطائرة. هذا هو المصعد العالي الخاص بخدمة الأطعمة، والذي سيعيد تزويد الرحلة بمتطلبات الخدمة. عربة النقل المقطورة رابضة هنا، يجب أن تعلمون أنها تستخدم لدفع الطائرة وقت مغادرتها. نعم بالطبع، لقد وصل المصعد العالي الآن، وهو يستخدم لتحميل الأمتعة والبضائع داخل الطائرة. دعوني أتأكد من أن كل شيء في مكانه. رجاءً أعذروني، سأعود خلال دقيقة. من هم العاملون الذين يتطلب وجودهم هنا؟ حسناً، هذا الرجل المختص بسماعات الرأس، وأيضاً مختص أجنحة الطائرة. يمسك مختص الأجنحة بأوتاد في أيديهم. يحتوي هذا المطار على نظام إرشاد لدخول المنصات SEG، وكما نرى فهو يعمل جيداً. وهناك فريق العمل المسؤول عن تشغيله، وهو يحتل موقعه الآن.
في المطارات التي لا يوجد بها نظام SEG أو إذا كان النظام لا يعمل جيداً، فسوف يكون هناك حاجة لوجود منظم ليقود الطائرة نحو نقطة الوقوف الخاصة بها. تتطلب مهام المنسق أيضاً تفقد تواجد العمال المسؤولين عن الحمولة والأمتعة، وإذا ما كان عددهم كافٍ للتعامل مع أمتعة رحلة كاملة أم لا. كما يطلب من فريق العمل الأرضي التأكد من عدم نزول ركاب رحلات الترانزيت من الطائرة. وبالطبع نظراً لأن هذه الرحلة كاملة، فلا يستطيع أي منسق TRC الانتباه إلى كل جزء منفرد من هذه العملية. لذلك فهذا مساعدي لقد قام بالتفقد، وهو يبلغني بأن كافة الموظفين لديهم كافة معدات PPE المطلوبة. كما تأكد أيضاً أن كافة فريق العمل الأرضي الذي يعمل في منطقة الملاحة الجوية يدرك مكان مفتاح غلق وقود الطوارئ، وأن هناك شخص واحد هناك في حال حدوث أي مشكلة. يمكنني الآن وضع علامة على هذين العنصرين في قائمتي. كيف تعرفون عدد الأشخاص والمعدات المطلوبة لتحويل هذه الطائرة؟ لدي الآن مستندين. الأول مستند الموازنة الخاص بالرحلات القادمة، والذي يتضمن المعلومات التالية: عدد الركاب الذين سيهبطون من الطائرة، عدد ركاب الترانزيت، عدد الركاب ذوي الأولوية، تفاصيل الحمولة وتفاصيل أمتعة الركاب. مع هذا لدي أيضا مستند LIR أو تقرير تعليمات التحميل للرحلة الصادرة، وقائمة الركاب الخاصة بنفس التعليمات. كيف تساعد تلك المعلومات منسق دورة تحول الطائرة؟ حسناً يا سادة، بناء على مستند الموازنة وتقرير LIR و TRIM لدي معلومات حول إجمالي الحمولات الصادرة والواردة. كوني المنسق فقد قمت بتخطيط الموارد المطلوبة لتحويل الطائرة في إطار معايير PTS لهذا النوع من الطائرات. كل الأشخاص والمعدات التي تراها في المنطقة الجوية الآن موجودة هناك، لأن هذا هو العدد الذي طلبته بناء على حساباتي. اسمحوا لي لحظة، فعلي أن أعد خطة مختصرة بالفرق والسائقين الخاصين بالطائرة. بالطبع، لقد كان هذا شيقاً يا بروفيسور. هل نقوم باسترجاع سريع لمهام منسق التحويل بينما ننتظر عودته؟ بالطبع يا بروفيسور، أول شيء يقوم به مسؤول TRC هو استلام صحيفة الموازنة للطائرات الواردة وتقرير LIR للطائرات المغادرة. يقوم بحساب الحمولات الجامدة والحمولات الكلية بناء على هذه المستندات، ويقوم بوضع خطة بالمتطلبات الخاصة بالسيارات والموظفين الذين ينبغي نشرهم لتحويل الرحلة تبعا لمعايير PTS للطائرات. بمجرد أن يتسلم رقم المنصة ووقت الوصول الفعلي للرحلة، يصل إلى المنصة 15 إلى 20 دقيقة تقريباً قبل الوقت المتوقع للوصول، ويتفقد ما يلي: كافة المعدات والعاملين تم نشرهم حسب الخطة، ويتضمن ذلك تقديم الطعام، التزود بالوقود، المناولة الأرضية، التنظيف، موظفي الخطوط الجوية، الأمن، مختص الأجنحة، المسؤول عن سماعات الأذن، منظم الطائرة أو مشغل نظام SEG، ومراقب الإقلاع. ثم يتفقد المعدات بعد ذلك. كافة المعدات مثل الجسر الهوائي وآلات التحميل تعمل بشكل مناسب، الأوتاد والمخاريط متوافرة بالكميات المطلوبة، كافة الموظفين المطلوبين موجودين ويرتدون معدات الوقاية الشخصية PPE في حال كان المطار مزود بنظام SEG، ثم يتأكد أنها تعمل جيداً، وإلا يتوجب عليه طلب الاستعانة بمنظم. يقوم TRC بعد ذلك بإعداد بيان موجز لكافة الموظفين والسائقين بشأن الخطة، ويتأكد من أن كل منهم يعرف مكانه في العملية. لقد عاد TRC. هل يمكنك أن تخبرنا مدى أهمية إعداد البيان الموجز؟ حسناً يا سادة، كل شخص من هؤلاء الأشخاص المختلفين يشعر بكثير من الضغوط لأداء مهامهم في أقصر وقت ممكن، وفي نفس الوقت ينتمي كل هؤلاء الأشخاص إلى مزودي خدمات مختلفين. فرص تضارب الوظائف وحدوث صدامات وحوادث وحالات تأخر كبيرة للغاية. هل بوسعك إعطاؤنا مثالاً لتوضيح ذلك أكثر؟ حسناً يا سادة، كل من مصعد الإسعاف لراكب يعاني من حالة مرضية، والمصعد العالي الخاص بتقديم الطعام يحتاجان استخدام الباب في نفس الجهة. ولكن إذا تم صعود مصعد تقديم الطعام أولاً،
فسوف يحدث تأخير في نشاط التحويل بسبب تأخر صعود الراكب المريض وأنشطة التنظيف التي لن يمكن الانتهاء منها في الوقت المحدد. لذا يجب أن يضمن TRC أن المعدات تقترب من الطائرة بالتسلسل الصحيح، وأن كل مزود خدمة يعرف متى يحل دوره في سلسلة التحول. في نفس الوقت لا يمكنك الوقوع في موقف حيث تبدأ مركبتان في التحرك تجاه الطائرة معا في نفس الوقت متسببتين في وقوع حادث. هذا صحيح تماما. هل هناك أي أمور أخرى هامة ينبغي على TRC التأكد منها كجزء من تفقده حالات ما قبل الوصول؟ حسنا، ينبغي على أي TRC أن يعرف خطته ويتأكد من أن كل فرد في مرحلة التحول يعرف الخطة ويتأكد من أن الجميع يعمل حسب الخطة. يقع على TRC مسؤولية ضمان اتباع الممارسات الآمنة وأن أي انحراف عن الإجراءات تم تدوينه وإبلاغ السلطات المختصة عنه. على سبيل المثال، إذا كان عمال التحميل يتعاملون مع الأمتعة بطريقة خاطئة، فينبغي إيقافهم على الفور والإبلاغ عن ذلك لخدمات المناولة الأرضية ومشغل الخط الجوي. في النهاية وهو الأهم، يجب على TRC التأكد من أنه قد تم فحص ساحة الطائرات وتم تنظيفها من أي FOD أجسام أو حطام قبل وصول الطائرة. والآن يجب أن تعذروني يا سادة، فالرحلة على وشك الوصول وعلي أن أكون في محطتي. لقد كان ذلك بالفعل مفيدا للغاية وشيقا، أليس كذلك يا بروفيسور؟ نعم يا بروفيسور، وبذلك نصل إلى نهاية وحدتنا الثالثة، حيث تعلمنا فحوصات ما قبل وصول الرحلات والتخطيط الذي يقوم به منسق التحول. وسوف نعود في وحدتنا الثالثة مرة أخرى، حيث سنستمر في متابعة TRC وهو يتفقد تحول الطائرة حسب الجدول الزمني. شكراً لحسن الاستماع.